أنا أبلغ من العمر 72 عاما، وأصبت في عام 1411 هجرية بالتهاب في المفاصل الركبتين بسبب كبر سني. وقد نصحني الدكتور المعالج أخصائي العظام بعدم الجلوس أثناء تأدية الصلاة على رجلي، وكلفني بالجلوس على كرسي أثناء السجود والتشهد، وفعلا أصلي حاليا حسب تعليمات الطبيب، ولكن بسبب هذا الكرسي يحصل مني 3 حركات في الصباح و5 حركات في المغرب و7 حركات في باقي الصلوات، وهو جذب كرسي عند السجود وإعادته عند القيام. وسؤالي، هل هذه الحركة تؤثر على الصلاة والدهون؟ جزاكم الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. المريض يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا. وما ذكره السائل من أنه يصيب بمرض المفاصل، وأن الطبيب نصح له أن لا يجلس على الأرض في أثناء الصلاة، وإنما يجلس على كرسي، هذا أمر لا بأس به. يجلس على الكرسي في أثناء الصلاة بدلا من الجلوس على الأرض إلى أن يشفيه الله. وقوله يحرك الكرسي أثناء الصلاة من أجل أن يجلس عليه أمر لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.